السلام عليكم. تشوب حالة شريحة واسعة من اليمنيين حاجة إنسانية كانت بذورها مزروعة فسقطها الحرب ورواها الانقلاب الميليشيوي. هذه الظاهرة شهدت إسنادا مجتمعيا على قدر جيد من المبادرة وحب الخير، غير أن اللافت في الأمر أن ذلك الإسناد لا يخلو من الاستعراض والأذى النفسي، وكذا استخدام الفقراء كمادة استهلاكية وبروباغندا منقوصة البراءة والتلقائية. تصوير الفقراء وهم يتلقون الصدقات وإذلال الناس وكسر أنفس أهاليهم وتسجيل نجومية على حساب مكايدات الفقراء ومتاعبهم ظاهرة لا أخلاقية بدأت تأخذ مسعا توسعيا مخجلا. العوز والحاجة نتيجة الحرب دفعت بالكثير من الأسر للبحث عن القوت الضروري والمساعدات التي إذا ما أتت ستضيف على عبء المجاعة إذلالا، وذلك حينما يتم تصوير المحتاج كمتسول. والتأثيرات النفسية على صعيد المستقبل ستظل حاضرة في نفسية الفرد والأسرة. إذن غابت المؤسسات الاحترافية التي عملت في الميدان اليمني وتملك خبرة مؤسسية واجتماعية أو تكاد. هذا الفراغ المؤسسي في العمل المدني والخيري والاجتماعي حدث بعد أن نهبت المؤسسات المدنية والخيرية والاجتماعية وتم منعها. عن العمل الإنساني في بلادنا بين الإسناد والاستغلال ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتبة والناشطة الأستاذة ثريا الشيباني، وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة إبحار للطفولة. أهلا بك أستاذة ثريا. أهلا وسهلا. إذا نبدأ النقاش مع الأستاذة ومع ضيوفنا الذين سينضمون إلينا عبر الهاتف، لكن بعد أن نشاهد بمعيتكم مشاهدينا هذا التقرير. مأساة هؤلاء أكبر من أن تسعها الصور والادعاءات. عشرات الآلاف الذين شردتهم الحرب وجوعتهم وسلمتهم إلى العوز يتعرضون اليوم لاعتداء من نوع جديد. فحلفاء الحرب الميليشياويون لا يكتفون بإلحاق الأذى بالضحايا، ولكنهم أيضا ينتدبون من يتاجر بمعاناتهم ويعمل داعية لحقوق الإنسان، ودليلا حصريا للكاميرات التي تطوف في المناطق المنكوبة على أيديهم، كما هو الحال في بعض مناطق الحديدة التي وصلت حد العوز الغذائي الحاد المجاعة. أكثر من 400,000 طن من المساعدات الغذائية احتجزتها الميليشيا في ميناء الحديدة حتى لا تصل إلى مستحقيها. وفي محافظة تعز المجاورة تمنع الميليشيا قوافل الإغاثة العربية والدولية من الدخول إلى المحافظة، وتمنع الفرق الدولية من الإطلاع على الواقع المرير الذي سببه حصارها لعاصمة المحافظة وقراها. حين تظاهر الحوثيون في صنعاء أمام مقر إقامة المبعوث الأممي رفعوا صور ضحايا المجاعة في الحديدة التي يتحكمون بأهلها وأقواتها ويصادرون خيراتها، في وقت كانت الشاحنة المحملة بالمساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان تشق طريقها بعد انتظار طويل وصولا إلى قرى التحيتة الأشد تضررا بالعوز الغذائي. لم يستغرق بعض نشطائهم وقتا طويلا قبل أن يتحول إلى بوق دعاية مفضوحة للميليشيا. همه الأوحد وغسل الجرائم التي ترتكبها في البلاد، لكن هذا البعض يحاول أن يظهر أمام الكاميرات وكأنه محارب صلب في هذه الجبهة المأساوية. لا أسوأ من أن يجري قلب الحقائق على هذا النحو، وأن يستمر هذا الأداء المقزز من المتاجرة بصور الضحايا في وقت توضع العراقيل أمام أي محاولات لإنقاذهم من الحرب أو من التشرد والجوع. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفتي هنا الأستاذة ثريا. أستاذة ثريا، الحاجة الإنسانية كانت بذورها مزروعة قبل الحرب، كان الانقلاب، هذه الحالة اتسعت شملت التراب اليمني بكله. أين وصلت حالة اليمنيين الآن؟ في البداية أود أن أشكر الأيادي البيضاء التي تقدم الإعانة لمن يحتاجها، والذين سواء من يختارون أن يظهروا أو من يختارون أو من يختار أن يكون غير ظاهر، نشكرهم ونستميحهم عذرا على طرق الجانب المظلم من هذا العمل. بما يخص المعاناة الاقتصادية هي موجودة من قبل بسبب هشاشة الاقتصاد اليمني وبسبب انهيار العملة اليمنية، لكن كان هناك
المنظمات المجتمعية والجمعيات الخيرية التي كانت تساهم بدور كبير لرفع المعاناة وعدم وصول الفرد إلى مستوى العوز. هذه المنظمات كان لها باع طويل في مساعدة الفرد، وفي ربما كان ينظر لها أنها تؤجل الحقيقة، كشف حقيقة الاقتصاد، لكنها كانت للأسف هي الهدف، قد يكون لم يكن تالي، فهو كان هدف موازي للانقلابيين، موازي للمعسكرات. فوجدناها بمجرد الانقضاض على المعسكرات توجه مدفعيتها صوب الجمعيات الخيرية والمنظمات التي تعين المجتمع والفرد على البقاء مكرما، وكأن كرامة الفرد من ضمن أهدافها، وإذلال الفرد من ضمن أهدافها، وبالتالي فإن إهانة الفرد يعتبر ضمن أجندتها، وأي ممارسة الآن هي تعتبر استمرار لهذا الهدف. طيب اقتصاديا، على المستوى الاقتصادي، هل الأمر تفاقم بسبب الحرب؟ إلى أي مدى وصل؟ يعني هناك الكثير من الحديث، لكن يخشى أن هذا الحديث يستغل إعلاميا في نهاية المطاف. المعاناة الاقتصادية موجود ولا يمكن أن ينكرها أحد، بل كانت هي المطية للانقلاب. جاء الانقلاب بمبرر الجرعة، فإذا به تجريع للشعب بأكمله، فكانت المبررات الاقتصادية هي الثغرة التي اخترقت بها هذه الميليشيا المجتمع، لأنه كان مبرر قوي ويحق لها الدخول منه. فلا يمكن أن نقول أننا كنا بصدد اقتصاد فتي وانهار، لكن الفرق كبير، وانهيار العملة وانهيار المعونة الإنسانية تسبب في كارثة كبيرة لا يمكن أيضا إنكارها. يعني وربما انشغال الناس بهمومهم التي تضاعفت أثناء هذه الحرب فاقم من مغبة الضعفاء الذين بالعادة يتكئون على يعني مساعدات القادرين وما شابه، ليس كذلك؟ هو فاقم من معاناتهم وأوجد ضعفاء جدد كانوا بالأمس هم من يعين الضعفاء، لكنهم اليوم هم ضعفاء ويريدوا ومحتاجين للإعانة. هذا الطارئ الجديد ربما. الآن الضعفاء معروفين وممكن مرصودين ضمن مبادرات، لكن هناك من غير معروف وغير مرصود ومختفي لا يعرف عنه أحد. هناك من يموت جوع داخل البيت ولا يعرف أحد أنه محتاج أصلا، لأنه بالأمس لم يكن محتاج، بالعكس كان يطرق باب المحتاجين ويعطيهم. لكن الوضع الجديد الآن لا، خاصة بعد عدم تسليم الرواتب لفترة طويلة، هذا يعني كارثة بالنسبة للمجتمع. طيب أستاذة، ينضم إلينا الآن الدكتور طالب المحمدي الاستشاري في الأمراض النفسية. دكتور طالب، يعني الآن تنتشر وبكثرة في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى عبر الأثير الصور للمحتاجين، هذه الصور ما أثرها عليهم في المقام الأول برأيك؟ مساء الخير أولا، وشكرا لك ولقناة بلقيس على الاستضافة، وأحيي ضيوفك الكرام ومشاهدي قناة بلقيس. ردا على السؤال عزيزي، ما يحصل الآن من إظهار صور المحتاجين على القنوات أو يعني في أي وسيلة من الوسائل اللي ممكن يظهر فيها الجانب الداعم اللي هو منظمات أو أي جهة داعمة أخرى، بالضرورة هو يعكس نفسه سلبيا على المواطن، باعتبار أن المواطن اليمني هو عنده عزة وعنده كرامة، وبالتالي ما يحصل هو امتهان لهذه العزة والكرامة، وبالتالي ممكن يوصل إلى مرحلة من الشعور بالدونية، لأنه هو في مراحله السابقة قبل وجود الأزمة الحالية هو كان رمز للعطاء ورمز للصبر، وبالتالي لم يكن ليحتاج لأحد لولا أن الوضع الحاصل الآن أجبره ليس على الطلب ولا على الاستقدام،
ولكن أجبره على الحاجة. وبالتالي أنا هنا أقول إنه الشرعية لها علاقة مباشرة والسلطات المحلية في المناطق المحررة لها علاقة مباشرة بالمهانة التي يشعر فيها المواطن اليمني وبالتالي شعوره بالدونين. طيب هل نستطيع التحدث على أن هناك أيضا بعد مستقبلي لهذه الآثار النفسية؟ ما هي هذه الأبعاد والآثار حتى الاجتماعية أيضا على المعتزين، على الأطفال منهم، على الكبار أيضا؟ بالتالي أكيد لها أضرار مستقبلية، لأن العملية في حد ذاتها هي عملية تراكمية. فعندما تشعر بالذل وعندما تشعر بالمهانة وبالتالي توصل إلى مرحلة الشعور بالدونية، فهذا نوع من الاستنقاص من الذات. فأنت تشعر باحتقار لذاتك في المستقبل، وبالتالي هذا ممكن يؤدي إلى الانزواء أو الانطواء أو ما يسمى العلاقات الاجتماعية السيئة. بمعنى هذا الشخص مستقبلا نتيجة الضعف النفسي الذي ممكن ينتج عن التراكم، أنا أقصد ليس فقط قضية الصور لوحدها، لأن المواطن اليمني الآن وبدون الصور هو يمر بمرحلة نفسية مضطربة نتيجة الوضع العام. تضيف له أنت معاناة أخرى وهي إظهار صوره وكأنه شحات، مع احترامي للكلمة يعني. فهذا بالتأكيد هي عملية تراكمية ممكن تؤدي بالعملية النفسية للشخص أو للجماعة. خلينا نتكلم ليس على الفرد فقط، لكن العملية هي ممكن تكون فردية وممكن تكون جمعية. طيب أنت حدثت عن بروز علاقات، ممكن يؤثر على عملية التواصل. طيب دكتور أنت حدثت عن بروز علاقات سيئة، هذه العلاقات ستكون بين من في المستقبل؟ لا أنا أقصد بأن الشخص أو الجماعة، يعني إما الشخص أو الجماعة نتيجة الشعور بالدونية هي تؤدي إلى الانطواء. معايا أنت؟ نعم نعم. هي ممكن تؤدي إلى الانطواء، وبالتالي الانطواء الذاتي هو سيؤثر على العلاقات الاجتماعية إما بين الأشخاص أنفسهم في المحيط أو على المستوى العام. يعني أنا أتكلم عن الجانب الفردي والجمعي، يعني لأنه لا يمكن أن يعني هذا غلط وخطأ منهجي وسلوكي أن المنظمات الداعمة تستخدم هذا المواطن تمام لغرض الدعاية والمشاريع الشخصية الضيقة سواء كانت للمنظمات أو لغيرها، وبالتالي المردود العكسي إضافة إلى المردود العكسي للحرب. يعني نحن الآن لا نتكلم فقط عن الصور هي السبب، لكن المواطن اليمني بحد ذاته الآن هو يعيش حرب، واقع تحت يعيش مرحلة اضطراب النتائج السلبية للحرب، وبالتالي أنت تضيف له أيضا عبء جديد. طيب دكتور يعني من النقطة الأخرى أو من الجهة المقابلة، من يقوم باستعراض هذه الصور لغرض النجومية، لغرض الدعاية لنفسه أو لغرض تحقيق المصالح المعينة، ما وجهة نظر علم النفس فيهم هؤلاء؟ والله أنا أعتقد أن هؤلاء مصابين بالهوس. مسألة حب الظهور على حساب الآخر هو اضطراب نفسي بحد ذاته. هو نوع من الذاتوية، هو نوع من الهوس بمعنى الحب الفخر حب العظمة على حساب الآخرين. يعني هؤلاء الناس سواء كانوا أفراد أو جماعات تمارس مثل هذا السلوك على حساب الآخرين هو جانب عنده اضطراب نفسي في حد ذاته. وممكن يكون مع احترامي لهم هو تعبير عن النقص اللي كانوا يعيشوا في مرحلة من مراحل عمرهم. يعني دكتور طالب المحمدي استشاري أعراض نفس أو أمراض نفسية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. أستاذة ثريا هل من تعقيب على ما تفضل به الدكتور؟ التعقيب قد هو أنه السلوك في من وجهة نظري بحكاية التقاط الصور مع الفقراء، بنكون نحن بصدد على الأقل
العدوانية، لأن الطفل على الأقل الذي يعاني من الخوف والحرمان والإهانة، هذه الأركان الثلاثة اللي موجودة الآن هي أسباب أساسية لوجود طفل عدواني. وبما أن الأطفال يعني المعاناة كبيرة، فإن الأطفال كثير، وبالتالي الجيل القادم نحن بصدد صناعة جيل عدواني، سيقوم بممارسة العدوانية فيما بينهم البين. كل فرد لن سيمارس العدوانية ليعبر عن النقص الذي يشعر به تجاه الآخر، وهذا تفخيخ للمستقبل. الجانب الثاني نفسيا أيضا أنه تأقلمنا مع الصورة هذه في مواقع التواصل الاجتماعي سيجعلنا نفقد قيمة مهمة، وهي احترام مشاعر المحتاج، هذه القيمة الإنسانية الموجودة عندنا في المجتمع اليمني. بهذه القيمة الإنسانية ستنهار تماما بتكرار مشاهدة هذه الصور، وسيترتب عليها في الأفراد المراهقين والأطفال احتقار الفقير والمحتاج، وسنجد أنفسنا بصدد قيمة انهارت، وفي المستقبل نريد أن نرممها ككثير من المجتمعات الموجودة الآن التي بدأت الآن ترمم قيمة هذه يعني القيمة اللي هي احترام الفقير والمحتاج. طيب هذا الأمر إذن ينعكس ليس فقط على المحتاج كإنسان ولا على عائلته ومجتمعه، أيضا ينعكس على من المتلقين. يشاهد هذه الصورة والمتلقين. نعم. وربما أيضا يجعلنا نستفسر أكثر في خصوصيات العمل الإغاثي. الآن هناك نشهد أن بعض الشخصيات التي تعمل أو تشتغل عليها يتم تعيينها من قبل لجان مشكلة من قبل الميليشيات، هذه اللجان التي شاركت في نهاية المطاف أو الميليشيا التي شاركت في إحداث الوضع الموجود الآن. هذا التناقض في أي سياق يفهم أستاذة ثروة؟ أولا هناك قصور أساسا عندنا متداولين للأخبار، تكون هناك شخص يعمل ضمن يؤدي عمله ضمن منظمة تعني بالأطفال، فأين البطولة في شخص يؤدي عمله ليلتقط الصور ويتداولها الآخرين على أنها بطولة؟ هذا يقوم بوظيفته التي يأخذ عليها راتب، فكيف أصنع منه بطل؟ يعني هنا القصور، يعني مش بس من الشخص استثناء. نفسه أيضا الناس اللي تتعامل مع هذا الشيء ببطولة هم يساهموا في الخطأ. المشكلة الآن في الجوائز العالمية، يعني الكل يبحث عن الشهرة، والكل يبحث عن ربما يعني تصدف أن تصبح فلان شخصية العام هذا بانتشار صورة معينة، الشخص الأكثر تأثيرا، هذه المغريات الجديدة التي طرأت على المجتمع تبرر ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من استثمار حقوق من استثمار معاناة الآخرين. هذا استثمار للمعاناة، يجب أن نقول لا أيا كان من يقوم به، سواء تعمد الإهانة أو لم يتعمد، يجب أن تكون لا واضحة وقوية وصارمة معهم، لأن هذا انتهاك لحق إنساني، حق كرامة الإنسان. أيًا كان من يقوم به يجب أن تكون يعني واضح. طيب الآن هناك نوع من الإسناد في نهاية المطاف، المجتمع في أصله الخير كما يعني ينظر له، هناك إسناد يعكس روح المبادرة لدى الناس، لكن هذا الإسناد كما تفضلت وتفضل دكتور يجابه بالكثير من الشخصيات التي تريد أن تستغله لغرض الشهرة، لغرض الاستعراض، لأغراض أخرى ربما أيضا قد يعني تكون سياسية في نهاية المطاف. هذا الأمر كيف يمكن التنبه له، وكيف يمكن أن يعالج سواء على مستوى التعامل الإعلامي أو على مستوى التعامل من قبل منظمات أخرى تعمل يعني شروط وضوابط احترافية في نهاية المطاف؟ هذا العمل اللي هو يجب أن يكون ضمن مؤسسات، هو في الأساس حله أن يكون ضمن مؤسسات. لأن الشخص الذي يعمل بشكل فردي ليس لا يوجد لديه ما يخسره، إن أصاب فهو إن استفاد فهو مستفيد، وإن أصاب وإن لا يخسر الخسارة ليست كبيرة. إن عندما تخطئ المؤسسة فإنها المؤسسة تهتم بسمعتها، تهتم بدرجة الإيزو التي ممكن أن تقل في حالة إذا تجاوز، إذا يعني ما عملتش عمل بمعايير العمل منظمات المجتمع لها معايير، وبالتالي هي تعرف المعايير وتتقي الأخطاء، يعني يقل مستوى
كلها يعني الآن منظمة المجتمع المدني كلها تخضع للإيزو، للإيزو درجة الجودة، وبالتالي كل فهي تحت المجهر، وبالتالي أخطائها تترتب عليها أثر، بعكس الأفراد ممكن يعني الصورة معيار، هي المعيار أن يلتقط صورة، ممكن الصورة تأخذ وقت أكثر من العانة اللي قدمها، يعني ممكن يكمل السكر والزيت ولسه الصورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. طيب لكن يعني ما تتفضلين به في نهاية المطاف، هناك أيضا مؤسسات تهاجم بسبب أنها ربما تذهب إلى يعني عمليات التسجيل في مواقع الحاجة أو مواقع التي تشهد ظاهرة العوز، ثم تسجل تنقل هذه التسجيلات إلى المنظمات التي تقوم بتمويلها، لكن لا يستفيد في نهاية المطاف الناس المحتاجون. هذا أيضا الأمر كيف يمكن أن يتم تجنبه في نهاية المطاف؟ تجنب هذه الأمور لنكون منطقيين هو صعب، يعني في ظل غياب مشكلة ربما. في ظل غياب منظمة المجتمع المدني، القصور في ماهية منظمة المجتمع المدني لدى الجميع هو السبب، لأن منظمة المجتمع المدني هي مرتبطة بحق إنساني وهو حق التجمع والتنظيم. هذا الحق الإنساني ينظر له على أنه حق ترفي، مع أنه أبو الحقوق كلها، يعني بهذا الحق تنتهك جميع الحقوق. هذا الحق هو الذي أتى بالانقلاب، وهو الذي تستغله الميليشيات الانقلابية عندما انقضت على الدولة، فعندما هي تعي أهمية هذا الحق، فكان هو أول حقوق الذي انتهكته ومنعت التجمع والتنظيم عندما دمرت الجمعية الخيرية والمنظمات ونهبت ممتلكاتها ولاحقت الكوادر. هي تعي ذلك، بينما الآخرين لا يعوا هذا الحق، وعندما يتعامل مع حق التنظيم والتجمع هذا على أنه حق ترفي، برغم أنه يجب أن يعي الجميع أن هذا الحق هو أبو الحقوق كلها. كيف ممكن أن تعبر عن حقك في الحياة إذا لم يكن من حقك أن تعمل تنظيم؟ لكن تبقى جهات التواصل الاجتماعي، يجب أن نكون نحن كأشخاص على الأقل على مستوى عالي من المسؤولية، نقول للمصيب أصبت ونقول للمخطئ أخطأت دون أي حسابات أخرى أو خلفيات. لا نقول للمصيب أنت مصيب مجاملة، ولا نقول للمخطئ أنت مخطئ على خلفية سوداء من الشخص نفسه. ينضم إلينا الآن السيد نبيل محمد علي، وهو أحد النازحين وأحد العقال في مركز النازحين في مدرسة النعمان بالتربة. مساء الخير سيد نبيل. مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله أستاذ نبيل. الآن هناك معاناة كبيرة للنازحين لا شك في جميع أنحاء الجمهورية. أنتم في مدرسة النعمان في التربة، ما هي احتياجاتكم؟ ما الذي تعيشونه بالضبط؟ أولا نشكركم على التواصل معنا أخي العزيز، وحياكم الله، ونشكر قناة الخليج على التواصل معنا. نحن أكثر من 36 أسرة ننزح في مدرسة النعمان الفقيد النعمان منذ سنة وثمانية أشهر، نعاني من كل الأشياء طبعا وأبسط الأشياء، وكون سبب هذه المعاناة وسبب هذا التهميش لنا كوننا أكثر من 30 أسرة من ما يسمون المهمشين، ونحن 6 أسر باقية من ما يسمون إحنا بالقبائل. لذلك تهمشت هذه المدرسة من أبسط الأشياء إلى حتى مستوى الكبريت الواحد. الآن نحن في الغدر، لا عندنا لا مياه ولا عن الكهرباء، الطاقة الشمسية لا توجد، ولا المطابخ، نوقد بالكراتين ونشعل النار بالجداب المعدنية والكراتين، ونفترش والله على البلاط في المدرسة، ونعاني كمان من الجانب الصحي وجميع الأشياء. المهم تأتي هناك منظمات تسجل تأخذ آثامنا فقط ليس أكثر، ولن تباشرنا في أي شيء. طيب هذه المنظمات التي تأتي يعني تقوم بتسجيلكم ثم لا تصل يعني المعونات أو التزاماتها في نهاية المطاف إليكم، يعني ما هو شعوركم تجاهها؟ ما هو الأمر الذي بات يعني متراكما تجاه هذه المنظمات أو هذه الجهات لديكم؟
والله هذه المنظمات تتبع المسيطرين عليها أشخاص معروفة يعني أو مجموعة معروفة. ولو تحب أقدر أحددهم لك، يعني شخصية تتبع شخصية معروفة نسبونا يقول لك كون إحنا مهمشين، فأصبحوا حولوا المدرسة كلها إلى دخلهم اليومي تسول، تراهم في أبواب المطاعم والمقاهي والبيوت ينتظرون فضلات ما يأكل الناس ويأتون به يطعمون من تبقى في المدرسة. حولوا كل إحنا حولوا نحن إلى متسولين في هذه المدرسة، والله ليس أكثر، إن إحنا كلنا تحولنا إلى تسول، برغم إن نازحين بيوتنا مدمرة في شارع 50، أصبح الأمر هنا لا يعني المنظمات، تأتي تأخذ أسماءنا تقول تباشرنا أنتم مهمشين، أيش الذي جابكم وسط السود؟ روحوا في ليش السود مش بني آدم؟ أليس هم بشر؟ فنحن ست أسر ماكثين في أوساط السود، فلذلك لا يعني همشوا المدرسة بسبب هذا الكلام، كون المدرسة مهمشين ما يحتاجوا أي شيء وراحوا يستهدفون بها أماكن أخرى. طيب أرجو أن تتفضل. لا يأتون لنا بشيء سوى المياه الشرب فقط، منظمة أكسفام تمديح إحنا مياه الشرب، أما المياه حق الاستحمام والمياه الأخرى التي نطهو بها الطعام وننقلها من المساجد ومن البيوت المجاورة من بعض البيوت ومن الآبار بالدباب الصغيرة نحن وأطفالنا. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل، نتابع مع السادة المشاهدين هذا الفيديو ثم نعود للنقاش. كلهم في السوق الآن حاليا، كلهم في السوق يتسولون، يعطوا بكيلو دقيق أو خمسة كراس روتي، والله ما نجد أكثر من هذا الشيء. أخل المنظمات بتبقى. لا تعطي المنظمات تكذب توهمكم ورب العرش ورب المصحف، ما تأتي هنا المنظمات. إيش؟ سمعنا صور منهم وقدارة كل المنذبحان، نروح لبقام المطعم يكون دفنا، نجي كيف يكون دفنا، فتر نقينا المدخل وانت على ضد المدارس نازلين. إذن تابعنا معكم مشاهدين الكرام هذا الفيديو من مدرسة النعمان، المدرسة التي يعني نتواصل مع الأستاذ نبيل محمد علي منها. أستاذ نبيل، كأحد النازحين من هناك حدثنا عن أبرز الاحتياجات لديكم، هل أيضا هل تواصلت معكم الحكومة الشرعية بأي شكل من الأشكال؟ أي أستاذ نبيل، حدثنا أكثر وأنت من مدرسة النعمان يعني نازح فيها، حدثنا أكثر عن أبرز الاحتياجات التي تريدونها الآن، وهل وصلت إليكم أي ظاهرة من يعني أو أي أحد من الحكومة الشرعية ليستمع لمعاناتكم؟ والله لن يصل لدينا أي أحد من الشرعية، ولا توجد، وكأن إحنا لا توجد عندنا شرعية في هذه المدرسة، وكأن إحنا يعني أصبحنا عايش كورنا من تعز، والله لا أحد يصل إلينا، كون إحنا نحتوي مجموعة من المهمشين وهي أكبر النزوح في أعظم مدرسة في منطقة ذبحان، مدرسة الفقيد محمد النعمان الذي هو قائد حركة التنوير في اليمن. نعم. أمس يعني تستغيث وتناشد فلا نجد سوى مسامع يأتون يكتبون أسماءنا ويذهبون، لا شيء، والله نفتقر لأبسط الاحتياجات، العود الكبريت الباكت الكبريت نستخدمه خمس أسر تستخدم الواحد الكبريت اللي هو بعشرة ريال، والآن أطفالنا أمراض من البرد، وربي ورب المصحف لا نجد حتى حبة برامول، ما حدا نجي لنا، لا نعاني يعني لا في الجانب الطبي والجانب الصحي والجانب الغذائي وكل شيء، من لا ملابس ما الأكل لن يوجد سوى مثل ما تكلمت عليك، حولوا نحن إلى متسولين، بيوت مدمرة في تعز، أطفالنا أنا شخصيا معك كعندي بنت طفلة راح ذهبت تأتي الترتيب الأول في المدرسة، ذهبت أسجلها هنا في ثاني إعدادي والله رفضوها، اشتروا منها 500 ريال وزي مدرسي ومدري إيش مدري إيش، ردعوها من المدرسة وهي تأتي الترتيب الأول، هذه هي أيش من المنظمات، المهم والله أشياء تدمي القلوب، وهناك أطفال رضع أتوا مع عن المهمشين مواليد جديدة، لما تشوفهم أعتقد قد صوروا هم القناة التي أتت تزورنا الجزيرة أو مش عارف إيش من قناة أتت تصور هذا المشهد، كيف نعيش وكيف نأكل وكيف، ودخلونا البيوت شيء يعني يطوفون بالمنازل لا نوجد شيء، وزعوا لنا بطانيات والله لو تشوف كيف إيش أقول لك، بطانيات خفيفة جدا وقد توزعت قبل سنة وستة أشهر من الصليب الأحمر أول ما بدينا ننزح، أما لحد الآن خلاص ما معنا سوى المياه الشرب فقط يعني فقط لا غير.
ولو تشكي المنظمات نذكرها لك بالاسم والحرف التي تأتي تسجل وتذهب. إذا أشكرك أستاذ نبيل محمد علي النازح من التربة في محافظة تعز، كنت معنا عبر الهاتف. معاناة كبيرة تحدث بها الأستاذ نبيل سيدة ثورية، يعني في نهاية المطاف الحكومة الشرعية هي مسؤولة عن جميع اليمنيين، المنظمات مسؤولة أخلاقيا واجتماعيا أيضا على ذلك. أريد تعقيبك على ما تفضل به الأستاذ. المعاناة كبيرة، والمعاناة لننهيها يجب أن ننهي أسبابها، فأسباب المعاناة هو الانقلاب نفسه. الانقلاب صنع زي أضاف المعاناة الاقتصادية، الانقلاب صنع السوق السوداء. السوق السوداء الآن هي مبرر لكل شيء. المعونات تذهب إلى السوق السوداء عندما ترصد مجموعة من المحتاجين وتطلع المنظمة الدولية عليها، تتلقى أنت الإعانة وتذهب إلى السوق السوداء، وبذلك ما دامت السوق السوداء موجودة فكل شيء قابل للاتجار. من ضمنها منظمات نفسها اليوم عرضة لتكون من زبائن السوق السوداء بعد أن منعت بعض التراخيص عنها، وبالتالي هذا يعتبر فرع جديد للسوق السوداء في للمنظمات. المنظمات الآن ممكن ما تحصلش على التراخيص إلا بمبلغ وقدرة، وهذه تعتبر أيضا سوق سوداء. متى ما وجدت السوق السوداء فكل شيء قابل للاتجار به بما فيه معاناة الآخرين. سيتم طلب معونات بقد 100% وتوزع 10 والباقي يذهب للسوق السوداء وهكذا. فالقضاء على الانقلاب هو الحل، لأن الانقلاب أساسا هو المشكلة. فالمنطقي ألا تحل المشكلة إلا بحل أسبابها أساسا. طيب، من خلال حديثه حدثنا الأستاذ نبيل على نوع من التوزيع أو نوع من الترتيب. هم 36 أسرة، تحدث على وجود 6 أسر من القبائل و 30 أسرة من المهمشين. هذا الأمر هل يحمل أيضا في طياته احتمالية معاملات، يعني نوع من المعاملة الطبقية بداخل حتى عمل منظمات المجتمع المدني التي يفترض ألا يعني تكون بمثل هذا الأمر؟ هل نشهد حالات مثل هكذا؟ ممكن أن يكون هذا الهدف مدروس من قبل جماعات معينة، لأن بالأخير العمل في اليمن الغرض منه طائفي وطبقي، وكل شيء يمكن أن يقسم المجتمع مطروق. فتأليب هذه الفئة ليس لا يمكن أن يغيب عن بال الميليشيا الإنقلابية، فعلى الأقل ممكن أن تعتبره ممكن أن يكون نقطة قوة في استمرارها في المستقبل، بحيث تعتبر هذه الفئة نفسها أن تدعمهم نكاية بمن يعتبرها هم أقل. فإن يعني تقدر تقول أنتم تنظروا لنا بدونية، أوكي خلوا السلاليين أيضا أنتم تستحقوا الدونية التي ينظروا لكم بها يعني. من هنا تأتي تفكيك القضية نفسها، بحيث يصبح المضاد للانقلاب من نفسه مفكك وبينه مشاكل يعني. مشاكل. طيب، الآن نعود إلى نقطة الصورة. يعني الصورة لها أهمية في نهاية المطاف لإيصال المعاناة الإنسانية للآخرين حتى يحسوا بها وينطلقوا منها إلى الاستجابة يعني للنداء الأخلاقي والإنساني، وربما أيضا الشرعي في درجة من الدرجات، وكذلك القانوني في درجات أخرى. لكن الآن هذا الاستغلال للصورة كيف يمكن أن يوازن ما بين ما هو ضرورة وواجب وكذلك ما هو يعني منبوذ أو محارب من قبل استغلاله في قضايا شهرة أو ما شابه؟ الآن نحن نوجه الخطاب الممكن المفروض هو يكون يعني في ملعب الشرعية، لكن الشرعية تتنازل عن جانب كبير من ملعبها. هذا الجزء الذي تفرغه الشرعية تحضر فيه الميليشيا الإنقلابية للأسف. الشرعية تركت جانب المنظمات والمنظمات بشكل عام، لم تكترث لهذا الجانب، فكان الفراغ الذي شغلته الميليشيا الإنقلابية.
لا أدري هل من المجدي مناداة الشرعية أم لا، إنما نكون على ما تيسر لنا نحن في ما تبقى من المنظمة المجتمع المدني. الشخصيات البارزة يجب أن نكون حاضرين وبمسؤولية على في يعني لتخفيف المعاناة، لأن إنهاء المعاناة لا يكون إلا بإنهاء الانقلاب. مفهوم. أما التخفيف ممكن أن نخفف بالصراحة والشفافية، وأن نكون عندنا مصداقية وذو مسؤولية في طرح المواضيع، يعني الخلفيات على الاعتماد على خلفيات العاطفة سواء الحب أو الكره لا يجدي، بالعكس هو يزيد. طيب معنى. الآن هناك هذه المعاناة، وهناك نوع من ربما الشائعات التي تنتشر بداخل وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر الأثير. هذا الأمر كيف يساهم في ازدياد معاناة الناس عندما يتم تهويل بعض الأمور في مناطق، وعندما بالمقابل يتم التقليل من شأن أمور في مناطق أخرى؟ هذا هو الموجود من قبل الانقلاب، هذا هو الموجود من الشرارة الأولى للانقلاب في دمشق. كان هناك تعتيم على ما يحدث، فإذا كان استمرار التعتيم بالآن أعتقد أنه أكثر منطقية. ما كان التعتيم موجود في ظل وجود كل المنظمة المجتمع المدني، في ظل وجود كل المؤسسات الإعلامية والأحزاب، وكان هناك يوجد تعتيم ويوجد مغالطة بالأصح، مش تعتيم يعني لنكون أصدق، يعني كان هناك شخصية غالطت، والمنطقة الآن اللي يكون الوضع أكثر مغالطة من قبل. الآن أصبح صعب أساساً وجود وظهور الحقيقة، إنما كمان في الشارع لم يعد يعرف أين الحقيقة من الخطأ. هناك مسلمات تلقاها الشارع، بالأخير طلعت كذبة يعني. طيب سأسألك أكثر عن الآثار المتوقعة مستقبليا على الأطفال باعتبارهم يعني بنات المستقبل، لكن قبل ذلك ينضم لنا أستاذة ثريا السيد أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الأطفال أو الطفولة من صنعاء. مساء الخير سيد أحمد. مساء الخير، أهلا وسهلا أخي. أهلا بك أستاذ أحمد. الوضع الإنساني، هناك إسناد مجتمعي وهناك أيضا استعراض من قبل من يتخذون هذا العمل فرصة للنجومية والشهرة على حساب الفقراء. هذه ظاهرة بدأت بالبروز بشكل أكبر، برأيك ما هي أسباب؟ بداية مساء الخير. بالنسبة للعمل الإنساني في اليمن، للأسف الشديد هناك عمليات فرز وتصنيف وعمليات استقطاب واسعة أدت في المحصلة، وخصوصا خلال عامي 2015 و2016، إلى غياب المنظمات المستقلة وإلى غياب العمل المحايد بشكل أو العمل الإنساني من منظمات غير تابعة لأطراف النزاع، غيابها بشكل تقريبا تام في جميع مناطق الجمهورية، فجميع أقطاب أو أطراف الحرب في اليمن تستقطب منظمات المجتمع المدني وتحاول أنها فقط تعطي الأولوية للمنظمات التي تتبعها، وهذا يعني أدى إلى وجود خلل كبير فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية. وكما قالت زميلتنا قبل هذا بأن هناك ضبابية، وهناك أيضا يعني عدم اتضاح للرؤية فيما يتعلق بالمساعدة أين تذهب ولمن تذهب. ما يتعلق بالاستعراض، نحن نأخذ الموضوع على يعني حسن النوايا، بأنه كثير من الزميلات والزملاء الناشطين الذين يتصورون مع أشخاص أو يلتقطون صور وسيلفي مع بعض الضحايا زي مجاعة الذي في تهامة وغيرها، هي ربما تكون بنسبة كبيرة تدني وعي كثير منهم نشطاء، ولكن يعني لا يعون بأن هذا يعتبر إساءة إلى هذا الإنسان الذي يحتاج مساعدتهم ولا يحتاج التشهير به، لأن بعض الناس يعني يفضل أن يموت ولا أن تنشر صوره. صحيح. بشكل يعني فيه نوع من الـ 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 الإهانة لآدمية وكرامة هذا الطفل أو هذه المرأة أو هذا الإنسان الجائع أو المصاب الذي يعني يعاني. هناك نسبة أعتقد بأنها يعني تريد أن تسوق نفسها وتريد أن تحصل على تكريمات وجوائز دولية وتريد أن تتسلق على يعني معاناة هؤلاء الناس بوعي أو بدون وعي، لكن هذه النية لا نستبعدها من بعض الناشطات في ظل وجود مؤسسات دولية تهتم
بالذين يبرزون أنفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام كيعني أشخاص يمثلون سفراء في الإنسانية وسفراء في العمل الإنساني. أيضا الثقافة ثقافتنا العربية ثقافة معكوسة، فنحن يعني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، إما أن يكون توريدات لأموال كبيرة باسم فاعل خير وهذا برضو خطأ، أو التقاط صور على مقابل يعني قطمتين رز أو يعني علبة حليب، يلتقط صور تهين كرامة الإنسان هذا الطفل أو المرأة إلى 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 أجل غير مسمى يعني من حياته. وبالتالي يعني نحن ندعو عبر شاشتكم جميع زملائنا نشطاء حقوق الإنسان إلى يعني أن يعلموا بأن يعني كرامة الإنسان وآدميته يعني أولى بكثير من مساعدته. فإذا كنا نريد مساعدة الإنسان يجب في البداية أن نساعده في الاحتفاظ بكرامته الإنسانية، في عدم يعني شرشحة يمكن أن نسميها من خلال التقاط الصور ونشر الصور. طيب أستاذ أحمد، التواصل الاجتماعي لهؤلاء الضحايا. نعم أستاذ أحمد، يعني يشير كثيرون أيضا إشارة الأستاذة ثريا الشيباني إلى أن هناك نوع من الغياب للمؤسسات الاحترافية وتعطيل لها مورس خلال الفترة الماضية، أثر أيضا في وصول هذه الحالات الفردية التي هي أكثر من غيرها تحاول يعني نشر الصور لدواعي النجومية والشهرة. هل هذا فعلا حدث؟ يعني غياب المؤسسات إلى أي مدى أثر في المؤسسات أو المنظمات المجتمع المدني التي تعمل بشكل مؤسساتي أقصد، إلى أي مدى أثر في بروز هذه الظاهرة برأيك؟ للأسف الشديد الحالة حالة ممكن أن نسميها الانقسام في الوضع السياسي والأمني في البلد وتشظي البلد تحت سلطات متعددة وليست سلطة واحدة، انسحب أيضا على منظمات المجتمع المدني. وكما أشرت أنا في بداية حديثي إلى أن يعني كل سلطة أمر واقع في محافظة أو محافظات من محافظات الجمهورية تحاول أو تسعى أو تعمل على أن تعطي حق الامتياز والانفراد للمنظمات التي تتبعها، وهناك تم تفريق منظمات حماية ومنظمات إغاثة لأن هذا السوق هو يعني في النكبات وفي النزاعات المسلحة تتحول المساعدة الإنسانية إلى 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 مافيات إلى شغل يعني ملايين الدولارات تذهب يعني. وبالتالي كل طرف يحاول أن يسيطر على أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية عبر منظمات، وهناك ما يمكن أن نسميها غسيل لأموال المساعدات الإنسانية عبر منظمات وجمعيات لا تعد أن تكون لابتوب مثلا وختم واستلامات وهكذا، وبالتالي يتم تبييض هذه الأموال من خلال جمعيات ومنظمات بعضها تسند لها مبالغ هائلة للمساعدة الإنسانية وهي لا تمتلك أي قدرات ولا تمتلك أي تاريخ وليست يعني موجودة في أرض الواقع إلا من سنة أو سنتين بالكثير بعضها، وتجد أن لديها صفقات بملايين الدولارات وهذه الصفقات غالبا لا يستطيع أحد التحقق من مدى وصولها إلى الناس لأنه لا توجد سلطة شرعية. الأمر الثاني أن هذه عملية التفريخ المنظمات المدنية استبعدت المنظمات والمؤسسات والجمعيات الفاعلة والقوية، وهذا أدى إلى أن نخسر يعني طاقات وكوادر ونخسر أيضا موارد كبيرة يعني في منظمات الجمعيات كانت تدير مؤسسات كبيرة في اليمن، يعني عندما اختفت أصبحت هذه المؤسسات غير مقدور على الوفاء بالتزاماتها وتم تسليمها إلى مؤسسات جديدة لا تمتلك أي مهنية ولا تمتلك أي قدرات أو تواصل أو موارد لتمويل هذه المؤسسات، وبالتالي ساءت أحوال مؤسسات مثل دور الإيواء والاحتياز ودور الأيتام وغيرها من مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة. أشكرك رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أستاذ أحمد القرشي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. أستاذ ثريا وبعجالة إذا سمحتي، هذا الأمر كيف سيؤثر على الأطفال مستقبلا؟ بعجالة. هذا الأمر كما قلت لك أنه سيخلق جيل عدواني، وجدت لديه كل مبررات العدوانية، وبالتالي جيل لا يقبل بعضه البعض، يتعمد إهانة كل فرد يتعمد إهانة الآخر ليعزز عقدة النقص التي بداخله، جيل لا يحترم معاناة الآخرين حتى لو لم يتعرض هو للإهانة لكنه تآلف معها عبر الصورة والمشاهد التي رآها. لا أدري ما الذي يمكن نصف به هذا الوضع الذي في اليمن سوى بعبارة واحدة أننا تنطبق علينا مقولة بئر معطلة وقصر مشيد، لأن المعاناة واضح التباين، هناك قصور متشيد كل يوم في البلد بينما تنهار حتى أبسط مصادر الحياة.
أشكرك أستاذة ثريا شيباني الكاتبة والناشطة والمديرة التنفيذي لمؤسسة إبحار للطفولة، كنت معنا في حلقة اليوم. كما هو الشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، وهي مناشدة للحكومة الشرعية للمنظمات، منظمات المجتمع المدني، أن تعمل بشكل أكبر على إيقاف هذه المعاناة، ويعني إيقاف مسألة المتاجرة بكرامة هؤلاء الناس، كرامة الحكومات من كرامة الشعوب في نهاية المطاف. في ختام هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل. إلى حين الملتقى، دمتم الوطن بألف خير، إلى اللقاء.